المشروع وإزاء محميات ذوي السلطة والنفوذ، وكذلك الهدر المخيف في المال العام، والأداء القضائي المريب، والمؤشرات المقلقة حول العملة الوطنية والوضع النقدي عموما، فضلا عن التباين السياسي الذي لم تفلح منهجية ربط النزاع في حجبه، خصوصا عند التوقف أمام المحطات الاستراتيجية التي تتصل بسيادة البلاد واستقلالية القرار الوطني. في ضوء ذلك، ومهما قيل عن الاعتبارات التي استند إليها رئيس الحكومة لتبرير استقالته، فإن هذه الاستقالة سوف تسهم في هدر الوقت المتاح لتنفيذ الإصلاحات ولإقرار الموازنة العامة للعام 2020، وستزيد من فرص التعقيدات للدخول على خط الأزمة لا قدر الله. إن ذلك يفرض على القوى السياسية كافة أن تتحمل المسؤولية لتدارك ما قد ينجم من تداعيات ما بعد الاستقالة، في الوقت الذي لا يزال فيه البلد عرضة للتهديدات العدوانية وللتدخلات التآمرية من جهة، ولتغييب القوانين أو التطبيق السيء أو الاستنساب لها من جهة أخرى. لقد درست الكتلة في جلستها اليوم الاحتمالات والخيارات الممكنة وخلصت إلى ما يأتي. أولا، تأمل الكتلة أن تسلك الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف مسارها الطبيعي من أجل الشروع بتشكيل حكومة قادرة على النهوض بالمهام المطلوبة منها، سواء لناحية تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي، أو لناحية تعزيز روح الوفاق الوطني وتصدي بحزم لملفات الفساد والفاسدين. ثانيا، تدعو الكتلة حاكمية المصرف المركزي إلى اتخاذ كل التدابير والإجراءات الآيلة إلى ضمان عدم تفلت الوضع النقدي في البلاد، وخصوصا إبان هذه المرحلة الدقيقة والصعبة. ثالثا، تطالب الكتلة الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة وفي مقدمتها الجيش اللبناني القيام بمسؤولياتها الوطنية في ضمان أمن البلاد والمواطنين، وحماية حقهم في التعبير، كما في التنقل والانتقال ضمن الأراضي اللبنانية كافة دون أي تردد أو إبطاء. إن من مقتضيات حفظ الأمن الوطني تأمين حرية انتقال المواطنين وحفظ سلامتهم ومنع الاعتداء عليهم أو التعرض لكرامتهم. رابعا، إذ تعول الكتلة على وعي اللبنانيين وحرصهم على حفظ وتطوير أوضاع بلدهم في كل المجالات مما يتناسب مع سيادة القانون ومعايير النزاهة والعدل وحفظ السيادة والكرامة الوطنيتين، فإنها تجدد دعوتها إلى أوسع حوار وطني ممكن بين كل المكونات والقوى السياسية وشرائح المجتمع اللبناني، لأن التفاهم الوطني هو المدماك الأساس لاستقرار البلاد وتنمية أوضاعها. خامسا، تؤكد الكتلة إدانتها للتدخلات الأمريكية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ولسياساتها القائمة على ابتزاز الشعوب في وحدة بلدانهم وحفظ أمنهم وصون سيادتهم. وترى الكتلة إن هذه التدخلات والسياسات هي السبب الأساس لحال الفوضى التي يراد تعميمها في مختلف دول منطقتنا بغية مصادرة قرارها الوطني والتحكم بمصيرها ومستقبل أبنائها لحساب المصالح الأمريكية والإسرائيلية. يعطيكم العافية.